بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل عام وأنتم بخير، ونهني إخوتنا المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية. وبع كل ذلك إلا إن القس دوماديوس القس المصري يفجر عواصف بعد تفجير العاصفة وذهابه إلى إيران، وبعد الإشاعات التي يعلن فيها إشهار إسلامه، وبعد أن يقوم بتوشيحات للحسين، وبعد أن قام أيضا بالتعبد للحسين، وبعد إقامة أضاحي في عيد الأضحى للإخوة المسلمين، وهذا لا يعيب أيضا، ولكنه قام ببث مباشر وهو غير مباشر في نفس الوقت، وأذاع أنه يبحث عن شقة بأربعة مليون جنيه، وأنه بحسب الوراء وإمبابة وغيره وغيره، ولم يلتزم بقواعد الكنيسة، وأن يأتي يعتزل للكنيسة القبطية ويفجر عاصفة للمسيحيين ويقول لن أصمت ولساني لم يسكت أبدا. وبعد تصرفاته وتصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في مصر، وقرار الكنيسة القبطية إيقافه عن الخدمة القانونية، خرج القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن صمته لقاء من أجل سلام الكنيسة كما يدعي. قس مصري يثير بلبلة وغضب بين الأقباط المسيحيين. ماذا فعل هذا القس؟ هل هو قس أم راهب؟ فقد رد على الكنيسة قرار الكنيسة عبر تدوينة على حسابه في الفيسبوك، بالرغم أن البابا قال له ما تتكلمش ولا تقول أي حاجة، موجها حديثه إلى البابا، كما أكد أنه طلب ترتيب لقاء معه منذ عام 2013، لكنه لا يزال ينتظر الرد منذ 11 عام وحتى الآن. هذه أكذوبة، لأن البابا يستطيع أن يقابل كل إنسان. وأضاف كاتبا: اسمح لي قداسة البابا بلقائك لمدة نص ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها. كذلك قال القس الموقوف عن الخدمة: أطلب لقائك، وأنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وأن هذا البيان لتهدئة الرأي العام الذي تعلم أيضا من إثارة ضدي، ومن دون الإشارة إلى المقصود من إثارة الرأي العام ضده. القس دوماديوس يعتذر، يقول: إلى ذلك وضح القس أوضح القس دوماديوس أنه قدم اعتذاره عن كل ما أثاره من بلبلة وتم فهمه بطريقة خاطئة. وأضاف: نحن كأشخاص ذائبون، ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة، وهناك من بعض الرعاع الذين يحاولون تقصير الكتاب المقدس أو تقسيم الكتاب المقدس، ومنهم معاذ عريان الذي لا نستطيع نطق اسمه، ليس بسبب أنه شخص قوي وأنه يدعي أنه كتب كثيرة للكتب المقدسة. أنت إنسان تضل الجميع، تأتي بآية من الشمال وآية من الجنوب وآية من الشرق وتدعي أن هذا، وهناك من يدعي ويقول: كيف يكون الإله إنسان لأنه يتبرز وأنه يأكل وأنه يشرب وأنه يعاشر الخطاة والزنا، لأن قلبك ليس فيه محبة. الله: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. كلام كل شيء يزول، السماء والأرض تزولان، ولكن كلام الله لا يزول، وهذا ما قاله القرآن. وصف بأنه قال: أوصيكم بأهل الذمة لأن منهم قصوصا وربانا يصلون بالأديرة. وأنت تعلم كل ذلك، وتعلم، وكما يقول أيضا القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهل الذمة اللي هم أهل الكتاب، أرجوكم أرجوكم لا تسيروا كغنم وراء هذا الشخص المضل. أنا أعلم هنا جيدا أن هناك إخوة لنا مسلمين محبين من الوسط، ونطلب من الله أن يجعل الوزارة الجديدة تكون وزارة صالحة من أجل الشعب،
هناك بعض الإشارات وهناك بعض الشوشرة وهناك بعض الكلام على وزير التعليم الذي أصبح وزيرا بعد أن كان مديرا تنفيذيا في بعض المدارس الأجنبية، وليس ذلك في دخلنا التدخل، أو أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لكن بنطلب من ربنا ان يعفى عنا الغلاء والوباء. المهم نرجع لموضوعنا، ان بعض التعليقات والتصرفات والفيديوهات التي نشرها هذا القس المصري خلال الايام الماضية فجرت بلبلة بين الاقباط المسيحيين، ما اشعل موجة انتقادات ضده، ما دفع الكنيسة القبطية الى ايقافه عن الخدمة. صفحة الاب ديماديوس بيقول ايه بقى: شكرا جزيلا ابونا قداسة البابا، ولكني طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لي لقاء أبوة أنتظر من قداستك منذ 11 عام حتى الآن منذ 2013، وخرجت من عند اللجنة إلى القدرائية ووجدت قداستك متواجدا ولم أجد أبونا كورولوس أو أبونا مكاري للتواصل، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير. اسمح لي يا أبي قداسة البابا بلقائك لمدة نصف ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها. أطلب لقاء قداستك، وأنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وإن هذا البيان لتهيئة الرأي العام الذي تعلم أيضا من أثاره ضدي. مين يا أخويا اللي يصير ضدك؟ وأنني اعتذرت فيديو كتابة عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تقدير الصف العام. يا سلام، رحت إيران واحتضنت الشيوخ الإيرانيين واحتضنت الشيعة وتعبدت بالحسين وأصنعت أشياء غير لائقة بأي كاهن مسيحي، ويقول شاكر أبوتك واحتضانك ورعايتك، أنت خليت الكل يقعد يقطع في مصارين المسيحيين أيها الكاهن القس. ويسمح لي بنشر قراره على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع. مش محتاجة أنك تنشر إن البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة. نحن كأشخاص ذاهبون للكنيسة، ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة لأنها مرمية على السيد المسيح صخر دور. زابل الدرع وسام على صدري، لأنني سأتعزى بملك الملوك وابن المسيح الخاضع دائما وأبدا لمشيئة الرب يسوع المسيح، لنشر المحبة والسلام وسلاما وبنيانا لكنيسة الله الوحيدة الجامعة الرسولية. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لا يمثل إلا نفسه. وأوضحت رسميا في بيان مساء أمس أن كل ما صدر عن القس ديماديوس حبيب دوت من تصرفات المثيرة للجدل لا يمثل سوى شخصه، أو أن الكنيسة غير مسؤولة عنها، كما اعتبرت أن هذا الكاهن أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم بها وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، لا سيما أن تصرفاته استمرت في إثارة الجدل سواء في الشارع أو على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. إلا إن الكنيسة القبطية المسيحية الأرثوذكسية أكدت أنها حاولت على مدى سنوات حل مشكلاته ومعالجة أخطائه ونصحه ومنحه فرصة عديدة دون ذلك. وكان القس أثار جدلا بين المصريين خلال الفترة الماضية بعد مقابلة تحدث فيها عن الإمام الحسين وقام بمقارنة بينه وبين المسيح، فضلا عن ظهوره في فيديو يقدم أضحية بمناسبة عيد الأضحى، وهذا قلنا لا يعيبه. وفيما اعترض البعض أن هذا الرجل منفتح على الآخرين ويشارك في مناسبات دينية مشتركة، ورأى آخرون أن تصرفاته وتصريحاته لا تناسب كاهنا قبطيا. أحبائي وأعزائي، هذا ما نقدمه لكم من جمال، ودايما بنقول يا رب للخير. طيب بيقول لك: ما احنا طول عمرنا بنحتبر ونعيد على اخواتنا المسيحيين وهم بيعيدوا معانا وحول السنة هزار وقالش على بعض، ليه دلوقتي تعاقبوا الراجل عشان قدم اضحية؟ ايه الغلط كده يعني؟ ما مليون دار ومدرسة وكنيسة عملوا افطار للصايمين وهدايا وعادي، ايه الغريب دلوقتي؟ ايران بتموله بدليل زيارته لمشهد في ايران وشكره في ابراهيم رئيس ايران اللي مات.
قسيس مختلف مع إدارة الكنيسة، إيه دخل المسلمين المتعصبين بالموضوع؟ الأمر يعيننا كمسلمين لأن هذا القس كان يجامل المسلمين، بتهنئهم في أعيادهم، بنهنيهم في أعيادهم ويذكر بعض رموزهم باحترام، وهذا لم يرق للكنيسة التي اعتبرت ذلك خروج عن تعاليم المسيحية، بينما تخرج الكنيسة نفسها لتدين وتغضب حين يخرج رجل دين مسلم ويحرم على المسلمين تهنئة المسيحيين في أعيادهم. مش لما تبطلوا تدخلوا في الدول في دين وتتفزلكوا بعدين لا تنسى تنور عيانا وتحت وصيانا ومش عارف ايه الجزية غدا، مش هيعملوا كلام. الاخ جيست بيقول اهلا بك في رحاب الاسلام، تعالى الى الضاحية الجنوبية واعلن اسلامك رفيق دبوك. جيست تاني بيقول المشكلة دايما تحدث من اشخاص يؤولون كلام الاخرين، والناس بقت بالمرصاد لاي حد واي فعل، والتسرع دايما يدخل الشخص بنفق مظلم. الناس بقت مش طايقة بعض، والسوشيال ميديا يتم استغلالها لتصفية الحسابات. الله المستعان، كلامك حلو ويحترم. الاسلام يشمل جميع الديانات السابقة ويرحب بها ويعترف بها ويحترمها، ولا يكمل اسلام المسلم الا اذا احب جميع الانبياء عيسى وموسى وابراهيم، نحبهم لانهم يحملون رسالة التوحيد والنور الذي يطرد ظلمات الشرك. الله وحده هو الخالق والرزاق المعبود بحق، ويستحق العبادة والعبادة جميع الأقوال والأفعال التي يرضاها، وهو مقصد كل إنسان أن يقبل ربه ويرضى عنه ويدخله الجنة وينجيه من النار. الأخ جيست برضه بيقول إيه، بالعكس ده من حسن خلقه، ليس له معنى باختلاف الديانات أكثر ما هو دور إنساني، وده لو في عقل ناضج ويفهم كانوا شكروه بدل ما يهنوه. يا حبيبي احنا بنتكلم لانه بعد يعمل بلبله في السوشيال ميديا، اكيد هي فرحانه بهذا. عاوز اقول الاخ خالد بيقول حاجه، الا يحدث ان شيخ الازهر شارك في حضور قداس الاعياد المسيحيه؟ هل هذا معناه انه قام بفعل لا يقبله الازهر واعتبر حضوره بصفه شخصيه؟ انا شايف ان هذا القس المحترم كان بيظهر محبته وشركته للمسلمين، وده كان وضع طبيعي بيحدث بين المسلمين او بيحصل بين المسلمين والمسيحيين في الاعياد. بس اعتقد انه كان زمان وولي والرموز لا تريد ان يعود هذا العهد. طبعا احنا بنشكر كل اخواتنا اللي شاركوا في هذا الفيديو الجميل، ويا رب نتمنى لكم كل صحة وكل سعادة، وكالمعتاد دايما بنقول احلى كلام واحلى الاشياء لكل اخواتنا واولادنا، وبنقول يا رب اجعل هذا اليوم يوما مباركا، يوما مقدسا، يوما مليئا بالحب، يوما مليئا بالمحبة. يا رب اصرف عنا الغلاء والوباء، يا رب اجعل هذه الايام ايام مباركة، يا رب خليك معانا وقف جنب كل اولادك سواء كانوا مسلمين او مسيحيين، وبكل المحبة. وهنقول النهاردة المزمور الخامس من مزامير وثلاثين معلمنا داود النبي، تحل علينا بركاته امين. لكلماتي اصغي يا رب تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي يا رب بالغداة، أسمع صوتي بالغداة، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر، لأنك أنت لست إلها يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك. أبغضت كل فاعل الإثم، تقول للمتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكره الرب. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد بهيكل قدسك بخوفك. يا رب ادني إلى برك بسبب أعدائي سائل قدامي طريقك، لأنه ليس في بهم صدق قلبهم هاوية، حلقهم قبر مفتوح، ألسناتهم سقلوها دنهم يا الله ليسقطوا من مؤارتهم، بكثرة ذنوبهم طوح بهم، لأنهم تمردوا عليك، يفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون، وتظللهم يبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب،
كأنه بترس تحيط بالرضا. هللويا.